الشيخ، لاباس عليكم؟ اشخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم لكم وصفه تساقط الشعر. للمكونات ديالها سهله وبسيطه، واهم شيء متوفر عند كل شيء. مكونات الوصفه وهي الزنجبيل وزيت الخروع او زيت الافوكادو ولا زيت اللوز او اي زيت متوفر عندكم في المنزل. فالزنجبيل كيعمل على تحسين اداء الدوره الدمويه في الفروه ديال الراس، وكيطول الشعر بسرعه حيث كيحتوي على مضادات الاكسده، بينما زيت الخروع كيحفز نمو الشعر حيث كيحتوي على الاحماض الدهنيه وفيتامين او اللي كتحمي الشعر ديالنا من التقصف والجفاف. طريقه: كنحكوا الزنجبيل مزيان في حكه رقيقه، وكنصفيو الماء ديالو ونعملوه مع زيت الخروع، ونحاولوا نمزجوا المكونات مع بعضهم باش يحطوا المميزات ديالهم. من بعد كنعملوه فقط في الفروه ديال الشعر ونخليوه لمده 40 دقيقه. هتحسوا بقرصات صغيره في الفروه ديال الشعر، عادي ما تخافوش، راه غير الزنجبيل كيقوم بالدور ديالو. حبيباتي، كنصحكم تبعوا وصفه واحده فقط باش تحصلوا على نتائج افضل. الا كنتوا كتبعوا وصفه اليوم في شكل وغدا في شكل، كونوا اكيدين راه الحاله ديال الشعر ديالكم غتزيد تدهور اكثر من اللي كانت قبل. الوصفه ديال اليوم سلاس، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. تهلاو لي فراسكم ورمضان مبارك سعيد. باي باي.